اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر دايما بالف خير. من اول الرئيس السيسي ما استلم السلطه منذ ما يقرب من 18 شهر وهو حريص على انه ينفذ عدد من المشروعات القوميه الكبرى، مشروعات كبيره، مشروعات تاخد سنوات في انجازها. دي قناعته ان البلد مش هتقوم الا بالمشروعات دي. تعال اضرب لك كم مثل بكم مشروع هو عايز يعمله. هو نفذ مشروع قناة السويس أو تفريع قناة السويس الجديدة، التوسعة الكبيرة اللي عملها واللي جمع لها 64 مليار. دلوقتي بينفذ مشروع محطة الضبعة النووية. محطة الضبعة النووية اللي هينشئ فيها أربع مفاعلات نووية عشان ينتجوا الكهرباء. عايز يعمل 3200 كيلو طرق جديدة وأنجز منهم جزء. عايز يستصلح 4 مليون فدان في الصحراء. عارف يعني ايه 4 مليون فدان؟ احنا عدد الفدادين اللي احنا بنزرعها في مصر 8.5 مليون فدان من اول ابونا ادم لحد النهارده. فلما يجي لك رئيس جمهوريه عايز يضيف للرقعه الزراعيه يزودها 50%، تعظيم سلام. في مشكله بقى بيننا وبين المشروعات القوميه الكبرى، وبيننا وبين مؤسسه الرئاسه، وبيننا وبين رئيس الجمهوريه والفريق المعاون ليه. ايه هي المشكله دي؟ ان احنا بنصحى الصبح نفتح صفحات الجرايد نلاقي ايه؟ مصر توقع اتفاق مع روسيا لإقامة اول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية او لإنتاج الكهرباء بالايه؟ بالطاقة السلمية في الضبع. ينزل علينا الخبر كده دون تسويق، دون شرح للرأي العام. الشرح ده يا اخوانا مهم، الشرح ده طبيعي، لكن ما ينفعش مؤسسة الرئاسة تبقى قاعدة مع الخبرة وقافلة على نفسها باب الأوضة وبتاخد قرارات لصالح مصر ومشروع عظيم هحكي لكم على الفوائد بتاعته دون أن يعرفوا الرأي العام. الشعب لازم يفرح أو لازم يحس إيه الفايدة اللي هتعود عليه من الحاجات دي. يعني مثلا يوم الخميس اللي فات رئيس الجمهورية حضر حفل توقيع أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة السلمية في الضبع. شفنا الصور في الجرايد وكل واحد مننا اللي ركب الميكروباص واللي ركب التوك توك واللي ركب عربيته وشاف الأخبار في النشرة وسلام عليكم. يعني إيه البتاع ده؟ هيطلع لنا كهرباء؟ ماشي يطلع لنا كهرباء، بس إيه أخبار الوجبة بـ 30 جنيه اللي وزير التموين قال عليها؟ الله، طب يا مواطن افرح أو افهم أو شوف ده هيفيدك بإيه؟ هو حد قال لي حاجة؟ العيب هنا بقى على الفريق الرئاسي المعاون لرئيس الجمهورية، العيب على مؤسسة الإعلام الرسمية، العيب على الحكومة. أيضا هناك تقصير إن يجب على رئيس الجمهورية إنه يوجه الأجهزة المعاونة يطلعوا يقولوا للشعب إيه أهمية كل مشروع من دول، لأن رئيس الجمهورية مش متخصص في إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية. تعال اديلك مثلا شويه حاجات تتعلق بمشروع الطاقه النوويه علشان اقول لك قد ايه هو مهم. مثلا المشروع ده مش بتاع السيسي، ده بيفكر فيه الرئيس عبد الناصر من الخمسينات، تخيل. والضبعه دي جرى اختيارها منذ 60 سنه، لكن راح لعبد الناصر وما عملوش. وجه السادات وقابلته ظروف صعبه، حرب اكتوبر ما عملوش. جه مبارك كان هيعمله، حصل انفجار المفاعل النووي في روسيا تشيرنوبل وقال لك مبارك لا جمد الموضوع مش عايزين. طيب احنا ليه لازم نعمل هذا المفاعل النووي؟ ليه لازم ننتج كهرباء بالمفاعل النووي؟ رقم واحد، احنا عندنا عجز كبير في الكهرباء. واوعى تفرح بشويه الميجا وات اللي دخلت لنا السنه دي، ما احنا عدد السكان بيزيدوا. ثم عندك انت نفسك في كم عدد كبير من المستثمرين يجوا لك البلد. أول سؤال هيسأله لك أخبار الكهرباء إيه عندك؟ أخبار الطاقة إيه؟ تقول له لا أصل إحنا بنصلح بنصين، يقول لك لا سلام عليكم أشوف بلد غيرك. إنما لما تقول له أنا عندي بنتج مفاعل وبعمل كهرباء من الرياح وبعمل وبعمل، يجي يقول لك خلاص نيجي بقى إيه نحط رجلنا ونسأل بقية التفاصيل. الحاجة التانية إن هذا المفاعل زي ما قال الرئيس السيسي هيكلف 20 مليار دولار، بس مصر مش هتدفع منهم ولا جنيه. طب إزاي؟ قال لك روسيا هتقرضنا ال 20 مليار دولار
واحنا لما نبيع الكهرباء بتاعه الاربع مفاعلات دول هنسددهم على 30 35 سنه. كلام زي الفل. طب ما انت كمان هتدي خبره لاولادنا، هتنقلنا لطاقه جديده، هتسد العجز بتاع انتاج الكهرباء بتاعنا. كل ده كلام يحترم، بس حد من حضراتكم يسمع عنه حاجه؟ لا. اذا هناك تقصير. مساحه الفراغ دي اللي عاملاها الرئاسه بتسمح لنوعين من الناس انهم يدخلوا فيها. نوع سميهم اعداء الوطن اللي هم مش عايزين لك اي تقدم، ويقول لك لا ده في اهمال وكوارث، وال20 مليار دولار هم مش 20 دكتور، ومصر ملزمه بانها تسدد بالاول سنه. ليه؟ لان الرئاسه سابت مساحه فراغ. لازم الرئاسه تخش وتتكلم وتشرح، مش الرئيس، اللجنه اللي هي مسؤوله عن تنفيذ هذا المفاعل. عندنا مثلا قامات وطنيه محترمه محدش يشكك في ولائها واحترامها للوطن، زي دكتور محمد المخزنجي، كتب على صفحات المصري اليوم مقالات بالصفحات الطويله بيقول فيها يا اخوانا انا ضد هذا المفاعل علشان احنا شعب موصوف بالاهمال، واي حد ممكن يقعد مصري هيدير هذا المفاعل هيودينا في داهيه، والمفاعل ده لو انفجر هيضيع مصر 100 سنه قدام. ده قلق مواطن مصري. ايه اللي يمنع بقى ان المسؤولين يجيبوا امثال محمد المخزنجي ويجيبوا الناس المعترض على هذا المشروع وهم كسر كتير يعني، ويديروا حوار ويرد على الاسئله ويطمن الراي العام، بحيث الراي العام يبدا يقتنع ويفرح بده وينبسط ويسعد. هدي لك مثل تاني. ده اول مثلا نموذج لمشروع قومي. خد مشروع الاربع مليون فدان اللي الرئيس السيسي عاوز يستصلحه. مشروع ضخم حلو قوي ده، لو اتعمل يا نهار ابيض، ده لو السيسي خرج من الاربع سنين بتوعه بالاربع مليون فدان يكفيه فخرا. تخيل بقى اول رئيس جمهوريه زود الرقعه الزراعيه بتاعتك 50%، الرقعه الزراعيه اللي ضاعت في مصر واتلفت وجرى تفتيت الملكيه بسبب قانون الاصلاح الزراعي، وحصل بعد كده البنى على الارض الزراعيه، ومصر بتخسر الاف الافدنه كل اسبوع بسبب البنى على الارض الزراعيه. لما يجي لك رئيس جمهوريه هيضيف للرقعه الزراعيه بتاعتك 4 مليون فدان ترفع له قبعه. بس في النص الرئاسه كل يوم رئيس الجمهوريه يقعد مع وزير الزراعه وزير الري، ونبدا نعرف خبر بدء استصلاح اول 100 فدان، 100,000 استقرنا على المنطقه الفلانيه. يطلع اراء خبراء يقولوا لك طب هتجيب ميه منين؟ اذا كان احنا عندنا مشكله ميه النيل، فنقول لهم يا اخوانا ده هتيجي ميه جوفيه. يقول لك ميه جوفيه ايه؟ هو انت عندك ميه جوفيه؟ ده في مناطق اتملحت. وبعدين يطلع اراء خبراء محترمين يقول لك طب انت تروح للمنطقه الفلانيه، ما تروح للمنطقه دي. طب انت ليه عندك 600,000 فدان على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ ماتوا لان المياه الجوفيه ملحت. ايه اللي يمنع نحيي مشروع توصيل مياه نهر النيل الى طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ تسمع الكلام وجهه نظر ونقول للسيسي ضم ال 600,000 فدان، ما انت احيت ارض هتموت. لكن لا حس ولا خبر، لا يطلع وزير الزراعه يحترم الاراء المعارضه دي، ولا يعبر الناس ولا حاجه. كان احنا لازم ننام ونصحى هم ال 4 مليون فدان كده هيتعملوا بالشكل ده، والقطر ماشي على القضيب، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطه. ده غلط، ما ينفعش. انت بقى عندك راي عام، عندك 44 مليون مصري كل ليله سهرانين على الفيسبوك والسوشيال ميديا، والاراء كلها بقت متاحه للناس، فمش هتقدر تمنحها. بس تمنحها بايه بقى؟ بالشفافيه، بالمصارحه. لحد النهارده الناس لا حاسه لا بال 4 مليون فدان ولا بمشروع الضبع النووي. والعيب فيكم، التقصير منكم. وانا حددت اسماء الناس المقصره: الرئاسه، الفريق الرئاسي المعاون، اللجان المشرفه على تنفيذ هذه المشروعات القوميه، هي اللي عامله مساحه فراغ بتؤدي الى بلبله. محدش احترم الراي العام وطلع حكى للناس. فاكرين لما الرئيس السيسي طلع اول ما مسك الحكم واتكلم على اهميه تفرقه قناه السويس الجديده، وان احنا عندنا مراكب وبتنتظر، وان منتظر الدخل يزيد؟ ايه اللي حصل؟ وابتدى يطرح على الناس انهم يساهموا او يشتروا شهادات استثمار
ب 64 مليار لبناء قناة السويس. الناس اقتنعت بالفكرة بالمشروع، راحت اشترت أسهم أو راحت اشترت شهادات. هو ده اللي عايزينه. أتمنى الرسالة تكون وصلت للسيد رئيس الجمهورية، للسيد رئيس الوزراء، للجان المسؤولة عن إنتاج المشروعات القومية. لن يتضامن معاك مواطن ولن ينفع المواطن باللي انت بتعمله إلا إذا شرحت له واحترمته واحترمت آراء المعارضين وابتديت ترد عليها، لأنهم ناس وطنيين، وليس كل معارض خائن، وليس كل معارض عدو للوطن، بالعكس الكل بيتحرك بالأرضية وطنية. يا رب كل الرسالة وصلت. واشوف كده يوم السبت ولا الحد مؤتمر صحفي كبير للجان المشرفة على المشروعات القومية، بدل ما ينزل مشروع قومي على الرسلة كده مرة واحدة واحنا ولا فاهمينه ولا حاسين بيه. خلونا ننوه عن فقرتنا الرئيسية الجاية. الأسبوع اللي فات كان بيشرف لي السيد الأستاذ المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكنت بجهز له كم بالأسئلة كتير يتعلق بحضراتكو، الفلاحين، التقاوي، السماد، المديونية بتاعتكو يعمل فيها ايه، ولا يحبس فلاح بسبب قرض واخده. احنا جينا نسأل كم سؤال كده، حضراتكو تواصلتوا عبر التليفون وسمحنا بقى ان الحلقة اللي فاتت تكون لحضراتكو. الحلقة دي بس لخصص الجزء الاول، واتفقت بقى انه يشرف لي النهاردة وهيشرف لي بعد الفاصل، هسأله كم سؤال عندي وهفتح لكم الفقرة كلها للتواصل مع أستاذ عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، اللي ليه شوق في أي حاجة، عايز قرض، عايز يجدول قرض هيرد عليه. وأيضا للحالات اللي تواصلت معانا الأسبوع اللي فات، ضيف العزيز هيقول عمل فيها إيه. نطلع فاصل ونستقبل الأستاذ عطية سالم. بعد ما قدر بنك الائتمان الزراعي يجدول بعض مديونيات الفلاحين لصالحه وخفض قيمتها من 4 مليار جنيه لحوالي 3.5 مليار، أعلن رئيس البنك المحاسب عطية سالم في حواره معانا الأسبوع اللي فات استمرار تقديم التسهيلات علشان يشجع حوالي 145 ألف فلاح على جدول ديونهم قبل نهاية المهلة المقررة في آخر ديسمبر اللي جاي. وبحسب كلامه معانا الأسبوع اللي فات، البنك قدر انه يحول خسائره المتوقعة السنة دي الى ارباح رغم وجود مديونيات مستحقة ليه عند الفلاحين والحكومة تقدر بحوالي 6 مليار جنيه، واللي وعد في حالة تحصيلها انه يحقق طفرة كبيرة في العلاقة بين الفلاح والبنك ودخوله بشكل كبير في منظومة الاقراض الزراعي والمشروعات الصغيرة بمنتهى القوة، ده غير دوره في توفير الاسمدة للفلاحين من خلال فروعه المنتشرة في انحاء مصر. وبإمكانياته الكبيرة اللي مكتفاها الديون والمستحقات، لسه الفلاح المصري مستني الكتير من البنك اللي تأسس علشان يحمي أرضه من استغلال الجميع. فهل هيقدر البنك إنه يلعب دوره المنتظر ولا لسه قدامه وقت طويل؟ إن شاء الله البنك يقدر يلعب دوره المنتظر زي ما قال زميلي محمد يوسف في التقرير. خلوني أرحب بضيف الكريم السيد المحاسب الأستاذ عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي. أهلا بحضرتك أستاذ. هبدأ على طول بالسادة المشاهدين. الأسبوع اللي فات نقلوا لحضرتك عدد من الشكاوي، وحضرتك قلت أن أنت هتجيب رد عليها الأسبوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عندنا الشكوى أو الطلب اللي من الأستاذ محمد علي عبد الرحمن بخصوص الأرصدة بتاعته اللي موجودة في جمعية الإسكان، وإحنا فعلا طلبت من زمايلي أنهم يحسبوا له القيم بتاعته اللي هو خصمت منه، وإن شاء الله هو هيتصل به ويشرفنا، ولو حب أنه هو يأخذ المبالغ بتاعته زي ما يحب، حب ان هو يبقي عليها في الجمعية علشان اي فرصة مشروع اسكاني زي ما يحب.
الموضوع كان الآخر اللي هو الخاص بالأخ علي محمد جاد الرب في أسيوط في المعصرة، وهو كان عنده مشكلة وطلبنا الملف بتاعه من البنك، وتم بحث الحالة بتاعته واتعمل له تسوية، وإن شاء الله هو هيتصلوا بيه. أنا طلبت منهم يتصلوا بيه مباشرة من القاهرة هنا وعلشان يشرف، وهنتفق معاه ونحل له مشكلة السلفة بتاعته اللي عليها يعني شوية عدم انتظام، وتعتبر منتهية إن شاء الله. يقدروا كده يتواصلوا مع البنك عندي على طول يعني من خلال المركز الرئيسي عندي الاثنين مشكلتهم محلولة خلاص الحمد لله. من خلال التعرض لمشاكل السادة المواطنين في التعامل مع البنك، شايف ايه اهم المشاكل اللي بتقابلهم؟ بص هقول لحضرتك على حاجة، في اهم مشكلة موجودة في البنك حاجتين. الحاجة الاولانية الاخوان المزارعين اللي هم اخذوا قروض وصدفتهم بعض المشاكل ولم يكونوا منتظمين، ودي الحقيقة يمكن ثقافة الموظف وثقافة الأخونا المزارع ابتدت تتغير خلال السنة اللي فاتت ديت، والحمد لله بقت لغة التواصل فيها شيء جميل. أنا مثلا كنت بزور بنك قرية الأسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات في قرية اسمها قرية مدبرة في المنوفية، فلقيت يا جماعة أخبار المتعسرين عندكم إيه في البنك؟ قالوا والله إحنا فاضل عندنا حالتين وكده يبقى خلصنا المتعسرين اللي عندنا في هذا بنك القرية. أنا سعدت جدا بهذا. ليه؟ لأن يبقى لغة التواصل ما بين البنك وموظفينه وما بين العملاء اللي هم غير منتظمين بقت واضحة، بقت قناة الاتصال سهلة، بقى في تعاون، وهو ده اللي أنا عاوز. في بعض البنوك التانية عندها حالات كتير، وبالذات الحقيقة في بعض القرى في الصعيد، ويمكن عشان كده أنا بنزل مجموعات عمل من قطاع التسويات في البنك في الرئيسي بتنزل للتجمعات دي. عملناها في الأقصر، عملناها في سوهاج، عملناها في المنيا، واللي بنلاقي فيه ايه؟ يعني بنلاقي بنك القرية عنده مثلا اكتر من 200-300 عميل متعسر، فبننزل معاهم على ارض الواقع بنحل معاهم. يمكن مشكلة اخرى هي ان هم برضو مش عارفين ازاي يستفيدوا من بنك التنمية. الفلاح البنك التنميه، يعني انا جايب لحضرتك معايا قول لنا بنك التنميه ممكن يقدم ايه؟ يعني انا مثلا باجي اقول لحضرتك ايه النهارده القروض الزراعيه، وانا بقول الكلام ده وعاوز يعني اخواننا المزارعين يبقوا على يقين منه، وانا اللي مسؤول عن الكلام اللي بقوله. لما تكون القروض الزراعيه ب 5% وبيدفع عليها 1% و مصاريف، وإذا هو سدد بعد فترة الزراعة بخصم له 50% منها، وهو لا يتوسع في هذا فهو مقصر في حق نفسه. لما يكون في مشروعات تربية البتلو بتبقى في 7% التسمين، وعلى فكرة التسمين وبفايدة بسيطة، وإخواننا المزارعين ما يتوسعوش في هذا عشان نغطي احتياج البلد من الثروة الحيوانية، انا اعتقد ان ده يبقى برضو تديله كارت 7%. 7% وفي قيمة، على فكرة هقول لحضرتك على حاجة، ان في قيمة محددة للحيوان الصغير بتصل الى في بعض الاحيان الى 4000 جنيه على الراس، وليها اشتراطات ان يكون في مكان، واعتقد ان دي مساله متوفره لدى اخواننا المزارعين. شايف الفلاحين ما بيقبلوش على ده؟ مش ما بيقبلوش، هم ممكن يكونوا عاوزين يقبلوا على هذا، بس هم خايفين. طب ليه ما نقولش ان ده عيب في التسويق البنك؟ هو مش عيب في تسويق البنك لسبب واحد، ان ده مطروح والناس بتروح لهم وتقول لهم تقدموا، بس هم خايفين من ايه؟ ان بيكمل هذا الخدمات البيطرية. الخدمات البيطرية ودي يمكن ابتدى مكلفة على الفلاح؟ مش مكلفة، هو التأمين.
لان احنا برضو بنقول ايه، عشان نحمي الفلاح بنعمل التامين. لكن انا بقول لهم على حاجه الماشيه، احنا بنقول لهم على حاجه مهمه قوي، ان صندوق تامين الماشيه وشركات التامين وللمربي ان يختار اللي هو عاوزه، بنصر على حاجه، خفضنا السعر بتاع قسط التامين الى ادنى مستوى. وانا اصريت خلال الاسبوع اللي فات ان انا عملت معاهم اجتماع وقلت لهم تنافس بينكم ونزلوا الاسعار، لان ده هيعود على الثروه الحيوانيه واللحوم عشان نوفرها. لما اكون انا النهارده عشان احوله لميكنه زراعيه وبديله ميكنه زراعيه ب يعني اشتري جرارات، اشتري جرارات مكن ري، يا جماعه ده، يا جماعه ده ب 9% وبسيطه. لما اكون انا بتكلم يعني احنا عاملين تجربه جميله جدا مع مصر الخير في الطور، وصلت الى 30 مليون دلوقتي لشباب الخريجين علشان تربيه وتسمين الثروه الحيوانيه. التجربه دي ناجحه بكل المقاييس الحقيقه. النهارده احنا في الطور في مشروع كبير جدا 30 مليون جنيه ان شاء الله في اسيوط، بالتعاون مع معالي محافظ اسيوط ومع مصر الخير. وكان لسه في تليفون النهارده من مصر الخير، لان الدفعه الجديده هتيجي وهم هينفذوها في ابنوب ان شاء الله في اسيوط، ومهتمين بهذا الكلام ده. يا جماعه شباب الخريجين لازم تعمل الكلام ده، يا جماعه يا شباب يا اللي قاعدين اللي انتوا غاويين، هم ما يعرفوش ولا يعرفوا مش عايزين، عارفين يا فندم، بس لازم برضو احنا هنقوم بدور. يعني انا الحمد من خلال مشروعك المشروعك اللي هو تولته وزاره التنميه المحليه، احنا النهارده مجموعه القروض اللي اديناها لشباب الخريجين تقترب من 70-80 مليون جنيه في مشروعات زراعيه، لان بنك التنميه والائتمان الزراعي منوط بجانب المشروعات الزراعيه، وبتسهيلات كبيره جدا. فيا جماعه انا بقول لكم اهو، يا جماعه ارجوكم لو في اي، احنا بسطنا المستندات جدا واللي بتطلب، بسطنا الاجراءات، الفترات الزمنيه قلت، المعاينة بتتم عشان نتأكد من الجدوى، شركات التأمين اتفقنا معاها وخفضنا النسب التأمين إلى أقصى درجة، واشترطنا لو في أي مشكلة هتيجي من شركة التأمين وما تدفعش في حالة أي حدوث أي شيء مش هنتعامل معاها. خليني أكمل معاك بقية الخدمات، بس أخد إيمان من الشرقية في مدين من الدقهلية. اتفضلي إيمان. ألو. أيوة سامعينك. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. ممكن اتصل استاذ عطيه مع حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ ايمان. ازيك يا استاذ عطيه؟ ازيك يا استاذ عطيه؟ الحمد لله امورين يا ست. ماشي. انا ايمان، زوجي كان بيشتغل في البنك، اشتغل 30 سنه ماشي، فتوفى في حادث تبع البنك، كان طالع يحصل وتوفى في حادث. وجيت لحضرتكم في البنك وقدمت طلب لابني، هو العائل الوحيد للاسره فيها 9 انفاق، وخدت رقم صادر ومش حد رد عليا لحد الوقت. قول لي بالله عليك اعمل ايه؟ حاضر. هو مات في حادث في البنك، والله كان طالع يحصل الصبح ومات في حادث. اسمه ايه يا استاذه ايمان؟ اسمه فريد محمد فريد، الاستاذ محمد فريد، محمد فريد دي الاب. طيب واسم الابن؟ الابن فريد محمد فريد، هو واخد بكالوريوس تجاره. طيب ناخد تليفونه. طيب هناخد مديان من الدقهليه. اتفضل مديان. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك، معاك استاذ عطيه سالم، اتفضل اساله. لو سمحت، ان عليا سلفه مديونيه من مركز السنبلاوين بنك الجلايله. بنك ايه؟ بنك الجلايله. 5,500. ها؟ 5,500، عايز اخفض الفوائد بتاعتهم يعني. وحضرتك مدير البنك هنا بيقول احنا ما بوصلناش اي كلام ولا اي تخفيض في المديونيه ولا اي تخفيض، وما بوصلناش كلام من الكلام ده. يعني انت مديون، انت ده قرض زراعي؟ قرض زراعي؟
سلفة زراعية من 10 سنين. 5500. 5500. طيب إيه، وانت عاوز تسددها ازاي؟ هو واخدها من 10 سنين. ما اقل من 10 سنين. اقل من 10 سنين. وهي لسه زي ما هي 5500. فعاوز يسقط الفوائد. هنشيل له 90% منها، مطلوب اكتر من كده؟ ويسدد المبلغ. ويسدد المبلغ وال 10%. مطلوب اكتر من كده حاجة؟ طيب. ماديان لو حبيت التواصل تاني. حتى بس يدينا بس رقم تليفونه او حاجة واحنا وانا. بعد الهوا هدي لحضرتك رقم التليفون. ماشي. الحاج اسماعيل من كفر الشيخ اتفضل. اسماعيل عبد الحميد بحيري، حزب البحيري، مركز كفر الشيخ. ماشي، نقول الاسم تاني. اسماعيل عبد الحميد البحيري، مركز كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ. نعم، انت بس لو تقفل التلفزيون. حاضر. اتفضل يا حاج اسماعيل. المشكلة عندي، كنت انا ضامن ابن اخويا او ابن عمي في عربية وبتسدد الاقساط بتاعتها 10 على 10 وخلصت المعاد. طيب البنك سحبوا شيكين واشتكوني ب 30,000 جنيه، والمحكمة كنت انا طعنت طبعا في الاشياك لان ما كنتش اعرف ان هم ساحبين الاشياك دهيت، ساحبين الاشياك واشتكوني بيهم لان انا كنت عامل براءة ذمة، كانوا حاطين عليا مبلغ 52,000 جنيه ظلما وعدوانا. لما اشتكيتهم فالشؤون القانونية ضغطت على مدير البنك اللي هو محمد سالم مدير بنك ريمون واشتكوني بيهم. انا بس عاوز اعرف البنك القرية اسمه ايه؟ اللي كان مدير البنك ايامها اسمه فهيم بدوي. لا مش عاوز اسم المدير، انا عاوز الموضوع ده في بنك قرية ايه؟ بنك قرية اريمون، مركز ومحافظة كفر الشيخ. اريمون كفر الشيخ. اريمون كفر الشيخ. ايوه. فالمحكمة حكمت ضدي، فدفعت 30,000 جنيه ظلما وعدوانا، كان عليا في المبلغ ده هوت 10,000 جنيه بتاع خريج. طيب كنت انا حاططهم على حياتي. ماشي، بص يا حاج اسماعيل، عشان برضو الموضوع ده هيبقى فيه تدخلات شويه. انا هاخد رقم التليفون من الكنترول وهنتصل بحضرتك، هخلي زمايلي يتصلوا بحضرتك بكره ان شاء الله ياخدوا التفاصيل كلها، وهجيب الملف من بنك القرية، ولو في اي حق لحضرتك انا هديهولك على طول بمشيئة الرحمن، واي حاجة هحلها لك ان شاء الله. هو كان جه محاسب من القاهرة اسمه محمد عساف، قال لهم يا لان المحكمة كانت حكمت لي وصرفت المبلغ اللي هو كان بديلي 14,000. ما تقلقش يا حاج اسماعيل، انا هحل لك المشكله كلها، بس ايه سيب نمرتك علشان برضو اخد التفاصيل كلها وهحلها لك ان شاء الله، ولو لك حق ان شاء الله ان شاء الله لازم هتاخده، ما تقلقش من اي حاجه. توكلنا على الله يا باشا. ان شاء الله ونعم بالله. طيب هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل حوارنا مع السيد المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي. رقم 4
بجد التحية بحضراتكم. حوارنا لسه مستمر مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الأستاذ عطية سالم. أنا شايف ما شاء الله صور حلوة تقريبا نزلوا على الفرع الرئيسي ومصورين كل فروعك كده على مستوى الجمهورية ال 1200 فرع. لا بس احنا الحمد لله من ضمن المشروع خطة إعادة الهيكلة دلوقتي احنا شغالين في تطوير ال 1200 فرع. في أول سنة إن شاء الله هنطور حوالي 200 فرع. خلي بال حضرتك ان بنوك القرية بنوك يعني عليها لم يمكن محدش بصلها بقاله 10 15 سنة. هو البنك بقاله كام سنة؟ البنك لا ده البنك من الخمسينات من سنة 30 30 31 بالظبط. يا الله لا لا بنك بنك على فكرة والله انا فخور ان انا رئيس مجلس إدارة هذا البنك. يعني انا مش اشتغلت في اكبر البنوك والحمد لله ولكن انا فخور جدا ان انا رئيس بنك التنمية. طيب ناخد استاذ عبد الشافي من الامارات. اتفضل يا استاذ عبد الشافي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عاوز اسال سيادتك الضمان المطلوب ايه؟ الضمان بتاع ايه؟ يعني انا عاوز اعمل مشروع انتاج البان جاموس. البان جاموس هو بيكلمنا من الامارات. انت من زارع. بص حضرتك هقول لحضرتك حاجة. المشروعات ديت مشروعات ما فيهاش أي مشكلة وبأسعارها برضو الأسعار المدعمة واللي هو مشروع بيبقى حسب برضو حضرتك هل مشروع هيبقى كبير. احنا بنقدر نمول الروس بنقدر نمول خطوط الحلب بنقدر نمول تكلفة التشغيل نفسها وبنمول كمان ان احنا لو انت عاوز بنقدر نعمل التأمين على هذا المشروع. كل اللي بيبقى المستندات اللي مطلوبة المكان اللي هتبقى موجود فيه والمواصفات اللي محددها اللي محددينها لحظيرة الروس زائد نفس بيقول لك موجودة كل ده لو هو موجودة ولو انا لو انا متذكر ان حضرتك سبق انك كلمتني اعتقد ان ايه انت المشروع بتاع حضرتك فين؟ في الشرقيه محافظه الشرقيه. مش سامع يا فندم. الشرقيه محافظه الشرقيه. حضرتك كلمتني قبل كده؟ لا. حضرتك انا مستعد ان انا امول حضرتك زي ما انت عاوز. الضمان المطلوب مني انا عاوز اعرف الضمان بيبقى يا سعاده ضمان المشروع نفسه والتامين على الروس زائد لو انت عندك حيازه زراعيه. لا مفيش حيازه زراعيه. ماشي. المشروع نفسه انت مقيمه على ارض ملك ولا على ارض ايجار؟ على ارض ملك الوالد. ايوه ماشي. ما هو دي ارض ملك والمشروع نفسه والهناجر اللي انت عاملها والروس والتامين كل دوت كل ده بتعتبر ضمان للايه المشروع. طب المبلغ المبلغ كام؟ يعني مثلا عاوز ابدا ب 10 مثلا عاوز ابدا ب 10 هتديني مبلغ كام؟ عاوز ايه؟ ابدا ب 10 ب 10 رؤوس. 10 رؤوس ده يعني مشروع صغير شويه. تمام. المبلغ كام طيب؟ ما هو حسب الروس اللي انت هتجيبها، هل هتجيب روس محليه ولا هتجيب روس مستورده؟ احنا ب بلدي مصري. نعم؟ جاموس مصري بلدي مصري يعني هتبدا الجاموس من 20,000 مثلا. يعني احنا 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 يعني هو هيعمل مشروع ب 200,000. 200,000 ما احنا هنديك على المشروع هنديك نقدر نديك لحد ايه؟ لحد 150,000. 75% احسبها كده من تكلفة المشروع. اخد فريد من الشرقية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذ فريد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. معاك استاذ عطية سالم. السلام عليكم يا استاذ فريد. حضرتك انا من الشرقية. والدي كان شغال في بنك التنمية فرع ابو كبير. وتوفى في حادثة تبع الشغل كان بيحصل مدنية للبنك. مش والدتك اللي لسه مكلمانا؟ مش والدتك اللي لسه مكلمانا؟ ما اعرفش عايزك. لا والدتك كنت. والدتك اللي اسمها ايمان. والدتك اسمها ايمان. ايوه تمام. لسه اتكلمنا وخدنا البيانات وان شاء الله هنبص في الموضوع ان شاء الله. الحاجه سلمى من كفر الشيخ. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله. لو سمحت انا عايزه اكلم الاستاذ. معاك اتفضل. موريني يا حاجه سلمى. ايوه استاذ عطيه والله انا بقالي اكتر من سنه بحاول اكلمك. يا سنه بحالها يا فندم. والله. طب انا اسف يا فندم انا بعتذر والله
اموريني ادينا اهو. نشكر بقى الرئيس بقى، نقول له يعني ان شاكرين ان انت جات الفرصه دي. اموريني. الله يخلي. انا والله كنت عايزه بس، انا والدي كان في شغال في البنك كفر الشيخ دسوق. فهو توفى الله، فانا كنت طالبه بس وظيفه، احنا ست بنات، فيعني كنت عايزه وظيفه مكانه. طيب يعني حضرتك بعتي الورق بتاعك للبنك؟ انا والله رحت بيه كفر الشيخ فقالوا لي لا. طب حضرتك ابعتي لي الورق بس على مكتبي في القاهره، يعني تحبي تشرفي اهلا وسهلا تبعتيهولي بالبريد سري وخاص على مكتبي، وانا هشوفه حاضر وربنا يعني. طب عنوان مكتبك في القاهره ايه؟ واحد شارع نادي الصيد. يا حاجه سلمى معايا؟ ايوه معاك حضرتك. اكتبي عندك واحد شارع نادي الصيد الجيزه. ماشي. طب انا عايزه رقم التليفون والله عشان اعرف اوصل له والله. معلش انا رقم مكتبك المباشر. رقم مكتبي كمان؟ حاضر. طيب الرقم يا ستي مكتبي 3327003. 3327003. 03. ألف شكر يا استاذ. تحت امرك يا ستي. طيب الحاج انت خدت التليفون على الهواء. عبد الحميد من الشرقيه. يا فندم اهلا بيك يا حاج عبد الحميد، اتفضل. سؤالك لاستاذ عطيه سالم. السلام عليكم يا استاذ. اهلا يا حاج عبد الحميد، ازيك؟ الخط قطع. طب حاولوا تاني معاه، اطلبوه تاني. نرجع لبقيه الخدمات اللي بيقدمها البنك. انت قلت لي يقدر يمول يعني بص كل النشاط الزراعي بنموله، تصنيع زراعي بنمول، معدات الات وميكنه زراعيه بنمول، تمويل تحويل الري لري حديث بنمول، ثروة حيوانية بنمول، ثروة سمكية بنمول، ثروة داجنة بنمول. متوسطات الفايدة قد ايه؟ يا بيه بص يا بيه، اعلى فايدة 10% بتاعت صندوق الاجتماعي. ما دام مشروعات خاصة بالتنمية الزراعية اللي هي اساسها البلد عاوزاها، فايدة بسيطة و بتحددها اللي انا قلته اسعار المشروعات. ناخد الحاج عبد الحميد تاني، اتفضل يا حاج عبد الحميد. اتفضل يا حاج عبد الحميد. السلام عليكم يا استاذ عطيه. اهلا يا حاج عبد الحميد، اتفضل. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وانت الف خير وصحه. دلوقتي سيادتك انت قلت ان الكيماوي دفعت ثمنه لشركه ابو قير وشركات الكيماوي. والكيماوي لغايه دلوقتي لا وصل التعاون ولا وصل عندنا، وزرعنا الغله ولسه لغايه دلوقتي الكيماوي ما جاش لنا خالص، وزرعنا بقى لنا شهر وعايزين نروي تاني حي ومفيش كيماوي وصل، وانت دافع سيادتك قلت في الحلقه اللي قبل ديت ان انت دافع ثمن الكيماوي بالظبط كده للشركات، والشركات هتبعت للتعاون والتعاون مش هيقدر تدينا كيماوي لغايه دلوقتي. دي حاجه ثانيه. هقول لحضرتك على حاجه، انت قلت المره اللي فاتت ان البنك مديون ب 3 مليار بالنسبه للايه؟ للسلف الزراعيه. البنك ايه؟ البنك يعني الفلاحين مدينين بتلاحين. اخواننا المزارعين مدينين يعني. مدينين ب 3 مليار زي ما انت قلت اللي هي السلف الزراعيه. ايوه يا فندم. السلف الزراعيه دي احنا مش عايزين ناخدها نقديه، احنا عايزين ناخدها كماوي، ناخدها جرارات، ناخدها اسمده، ناخدها اي حاجه، واخد بال حضرتك، عشان اللي انت لما تدي الفلاح فلوس في ايده هيضيعها وانت في انت. حاضر. واخد بال حضرتك؟ حاضر. في حاجه ثانيه. اتفضل. انت تتسوق منا الغله، تاخد منا الغله، وتاخد منا الذره، وتاخد منا القطن، وتاخد كل حاجه عشان نعرف نشتغل زي ايام يوسف والي. ايام يوسف والي كان ما يخلي البنوك كلها منغنغه فلوس وحاجات حلوه شغاله. مش هيرد عليك بس معايا صلاح من ملاوي. حاج صلاح. ايوه يا باشا. سؤالك. اتفضل. يا سعاده الباشا السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا حاج صلاح. يا باشا أنا عليا 130 ألف مدينة في البنك. طيب. ورحت قصيتها على النوى سديتها في شهر 2، طلعوا عليا 54 ألف فوائد. طب أدفعها منين دلوقتي أنا الفوائد يا باشا؟ ولغاية دلوقتي ما سددتش. طب يعني أنت دلوقتي عاوز تدفع ال 130 ألف الأصل اللي هو اللي أنت من ال 130 دول من مدة قد إيه؟ عايزينها 3 سنين. 3 سنين. ايوه. طيب احنا مبدئيا متفقين انك تدفع ال 130. ايوه ماشي. عندك مشكله في دول؟
عاوزين يدفعوا لي الفوائد المبلغ ده. يا حاج صلاح، انت متفقين مبدئيا على انك تدفع ال 130,000؟ ايوه ماشي. ال 54 دول انا هعيد احتسابهم، لو طلعوا 54 انا هعفيك من جزء كبير منهم، ولو كمان عاوز تسددهم على دفعات هخليك تسددهم على دفعات، بس بشرط تدفع لي ال 130,000 مره واحده. ماشي؟ تمام. دفعات كيف يا باشا؟ هسدد كيف على دفعات؟ طيب يا استاذي اسمعني يا حاج صلاح، اتفضل. مبدئيا انت متفق معايا انك هتدفع ال 130,000 جنيه. ايوه خلاص، ندفع ال 130,000 جنيه، وال 54 اللي هم فوائد دول هعفيك بجزء كبير جدا منهم، والباقي عاوز تدفعهم مره واحده ادفعهم، عاوز تقسطهم على 6 اشهر او سنه انا هوافق لك عليها. ماشي؟ طب خد بياناتي بالكامل يا باشا. ايه؟ هناخد تليفونك وهنديه للاستاذ عطيه سالم. ماشي يا باشا، انا سددتهم في شهر 2. انت سددتهم خلاص؟ لا لسه يا باشا ما سددتهمش. يعني ماشي. عاوز تسددهم في شهر 2؟ انا سددتهم في شهر 2 عشان قعدت ابيع الساعه نزل وصل دلوقتي. موافق يا عم. خلاص؟ وتعالى اعمل عقد الاتفاق في البنك ونوافق وادفع في شهر 2 واللي انت عاوزه هعمله لك، عاوز حاجه اكتر من كده؟ لا ده انت كده هتشجعنا نيجي ناخد قروض من عندك طالما هتعرفنا. وما تدفعهاش يا فندم؟ لا هندفعها بس مش هندفع الفايده. قول لي ايه مشروع قريه الامل؟ مشروع قريه الامل الحقيقه من المشروعات الجميله جدا، وده لشباب الخريجين، والحقيقه الخريج هم 500 وكل واحد بياخد 5 أفدنة. الدولة الحقيقة مشكورة بتوفر البنية الأساسية في كل حاجة وأنظمة الري، وبتوصل الأنظمة لحد بداية كل مجموعة بيبقى واحد كل مجموعة بياخد 5 أفدنة وبيبقى لهم نظام الري واصل عندهم. كل واحد بيدفع المقدم، والمقدم ده في حدود تقريبا 47,000 جنيه، وبياخد الأرض وبيبتدي يشتغل فيها. دورنا احنا كبنك التنمية ان احنا هنوفر لكل الشباب دول كل اللي هم عاوزينه من قروض ميسره زي ما بقول لحضرتك. شاب قاعد بيسمعك دلوقتي يعمل ايه عشان ياخد الشاب في الحقيقه هياخد الارض، هيدفع المقدم. هياخد الارض من مين؟ لا هو ما هو خلي بال حضرتك حاجه، هو حصلت قرعه وتحدد الناس خلاص. الناس بقى اللي هم دفعوا المقدمات دول هم بقى ان شاء الله لما هيستلموا هيتقدموا للبنك، واحنا عندنا بنك هناك، هيتقدموا بالطلبات بتاعتهم للمزارعه، لمشروعات ثروه حيوانيه، داجنه، اي مشروعات هم عاوزينها، نظام ميكنه، اي حاجه. هي قريه الامل دي موقعها فين؟ في الاسماعيليه، طريق الاسماعيليه عند الانطار. متقسمه 5 فدادين. يعني كل شاب هياخد 5 فدادين. يدفع مقدمه بسيطه. على فكره بسيطة. الدوله مهتمه، وكان في اجتماع الاسبوع ده ان شاء الله هيتعمل الاسبوع اللي جاي مع دوله رئيس الوزراء، لان هم الدوله مهتمه جدا بالمشروع ده، والبنك الحقيقه بنك التنميه داخل بدور كبير فيه بصدر مفتوح جدا لمجموعه شباب الخريجين اللي موجودين عشان نساعدهم، كل الطلبات بتاعتهم من ناحيه القروض، من ناحيه الميكنه، من ناحيه خطوط الحلب، من ناحيه التربيه، اي حاجه البنك هيساعد. احنا هنساعد، وهنساعد بطريقه يعني مش عاوز اقول لحضرتك جامده جدا ومختلفه، بحيث ان احنا هنقف معاهم عشان الشباب دول هم اللي ينهضوا بالمنطقه دي وينجحوا فيها ان شاء الله. ده ياخدنا للحديث عن المليون ونص فدان. هل البنك دور في هذا المشروع؟ بص حضرتك القومي؟ احنا دورنا احنا بص حضرتك، البنك زي ما قلت لحضرتك بكده هو الزراع الاستثماري للزراعه في مصر. نحن كبنك التنميه مكلفين ومهتمين بهذا، لان ده دورنا في التنميه دي. احنا في مشروع المليون ونص الاولانيين الى ان يتم وضع الاليه بتاعته، احنا دورنا هيبتدي في عمليه الايه؟
تقديم برضو زي موضوع قرية الأمل في يعني مالكوش دور في البحوث في الآراء الاستشارية. الحقيقة الوزارة الزراعة بالأجهزة الكبيرة اللي فيها والناس اللي فيها بصراحة وهم ناس على قدر كبير من يعني العلم والمعرفة وناجحين في هذا، ومركز البحوث زي ما قلت لحضرتك قبل كده على رأسه شخصية عظيمة. الناس دي عاملة كل حاجة واستصلاح الأراضي وكل حاجة. احنا دورنا هيبقى مكمل ليهم في الجانب التمويلي للناس اللي هتاخد الأراضي. انا شخصيا بعتبر برضو ان دورنا مع وزارة الزراعة ان شاء الله ومع الاتحاد التعاوني في الشركة اللي تتولى تسويق الحاصلات، لان احنا عاوزين، انا عاوز اقول على حاجة زي ما اخونا المتحدث اللي اتكلم قال ايه، ان البنك من خلال الشغل بتاعك هتقدر تشتري بص المحاصيل. مش انا كبنك، انا كمساهم في الشركة اللي تتولى تسويق الحاصلات بتاعة المزارعين. انا بشكر حضرتك لان الحلقة انتهت، بشكر حضرتك على انك شرفتنا مرة اخرى. ده يا فندم ده شرف. اتمنى لي ايضا لو وصلت لاجابات تتعلق بالسادة المستمعين تبلغني بيها بكرة، لان بكرة احنا هوا وهوا ولو جات لي اجابات من استاذ عطية سالم معرضة على حضرتك. كل الشكر لحضرتك. ابدا ده انا تحت امركم. حلقة انتهت معاكم، وبكرة حلقة جديدة باذن الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.